تاليا الجندي، أنا عمري 12 سنة وأنا من الشام. هاي تاني مسابقة بحضرها. أول مسابقة كنت بالشام بس كنت صغيرة، طلعت الثالثة وهي أول مرة بطلع الأولى. إن شاء الله اللي بيفوز بيتكرم على مستوى العالم، لأنه ما شاء الله مشارك معنا من بريطانيا، مشارك معنا من فلسطين، مشارك معنا من مصر، مشارك معنا من السعودية، من الكويت طبعا، من تركيا، من سوريا، من وين، من الأردن، في كتير دول مشاركة هلأ معنا. في أكثر من بروجرام بستعملون مشان اتدرب، وكمان في كتب، في كتاب انا عندي اياه بتدرب دائما عليه وبحط تايمر وبشوف قد ايه باخذ، وكل مره بتحسن بالوقت. ماما وبابا ورفقاتي وستي وجدي كلهم شجعوني انه ادخل فدخلت.